السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي أنساتي سادتي مخداتي ووسادتي، أما بعد أول شيء لازم نسوي أحل المشكلة اللي هني. لحظة، في زحمة عندي في المدينة، والله والله شيء زحمة، والزحمة هاي مسويت لي أزمة عالمية حاليا. إن شاء الله يركب ما يركب زين. هني هاي شكله أوكي زين. احس اني وايد طول، يمكن وايد طولت بس في مشروع المدينه هاي. حتى للحين المعسكر ما خلص، معسكر يمكن اخلي مشروع مستقبلي. يمكن احس انكم مليتوا، يمكن شوي من السلسله لان كثر ما طولت. فاول شيء ببدا فيه حاليا حاليا حاليا، خلينا نحط لنا صناعيه اوكي مثل عالم الناس. حلو عندنا نحن، شو هني عندنا؟ عندنا حديد. حلو عندنا حديد، خلنا نسوي 6 شوارع لانها شارع محيطي فقط. اوكي صناعية مع بس لين اخلي احسن، بنعتمد على الباصات شوي، نبى باصات. انزين بنسوي شارع اساسي. هاي الصناعية اللي عند المعسكر، ترى في معسكر هني فما اقدر امتد وايد يعني، بس لازم يكون عندنا صناعية، لان لو ما عندنا صناعية بنتلعوز شوي. شوفوا يمر في وسط هذا لوسط هذا، شكل استوى حق مرعبة. وبنيب هذا من الوسط الى هذا تقريبا. ابى شوارع اساسيه، لان الصناعيه هاي كبيره شوي مش صناعيه صغيره، وابى اخلصها بسرعه يعني، ما بالموضوع مالها يطول وايد يعني. بكل بساطه هاي الصناعيه، شوف الشارع كيف استوى زي. خل لحظه خلنا نعدل الشارع هذا. ويت ويت، اذا اسوي الشارع بالطريقه هاي بيطلع اوكي. لحظه، انت رو مسوي له بقريد بس على فكرة، بس ما سويت له. لحظة اوكي، الحين شارع شكله مقبول يعني، مقبول مقبول واخبار وربع كلهم زين. خلنا نرجع للوضع الطبيعي نورمال. بنسوي صناعية ستاندرية يعني، صناعية مش مال دلع. نخلل الشوارع العرضية هني، اصلا في عنا شو اسمه شوي نص نص هني، مش قضية ترى هاي العادي يعني. انا اشوف ان عادي. يمكن هالحلقة هاي اسوي المنطقة التعليمية والصناعية. ما يبغى نسوي بالطريقة هاي. هني وايد طلعت شي. لحظة خلنا نلغي هذا وهذا، ونحط الشارع من هني الطريقة هاي. منطقة شوي اكثر الحين الشارع. انزين الحين نبى وين؟ نبى وين 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 وين. اوكي ابغى شيء غير منتظم، ترى انا اصلا ادور على شغلات غير منتظمة الحين وعليبا، لان الموارد انت الحين كشركة كحكومة انت ما تودي الموارد على كيفك وين ما انتبه، لا، وينما الموارد موجودة تصير وتشل الموارد فقط، هذا اللي تسويه. انزين الحين استوت عندنا منطقة صناعية، نسوي شغلتين. اول شيء نبى جسر من فوق هذا، ارتفاع 12، مش من هني لا من قدام هذا، ارتفاع 12 مو مشكلة، بسويه على أجزاء. ونبغى جسر من قدام هذا على ارتفاع 12، ونبغى جسر من، ما نبغى جسر الحين نبغى نوصل هذا في شارع أساسي، الناس يجون من برا هني داخل. وهذا الشارع
بالذات هذا الشارع راح يكون شوي غير. انزين خلينا نحول هالشوارع لون واي هاي واي. ويت خلينا نسويهن ون واي هاي واي. اوكي خلينا نكسرهن. اوكي بسويهن ون واي هاي واي احسن، احس افضل بيكم. ارتفاع 12 نفس الشيء، من هنا بيروح 12 ارتفاع ممتاز احسه. اوكي والهاي واي الثاني وين يكون مقابل ذاك الخط؟ لحظة تقريبا تقريبيا جيد تقريبيا، لان هاي شو بيجي فيهن؟ لحظة وهذا يدخل من هني لين هني، والجسر احس يبغاله تعديل شوي. زيرو نزله، زيرو بنزله تقريبا مع ذاك. طبعا بنعكسها هذا يا جماعة الخير، ونرد النقطة العادية ونشل الابجريد. هاي لوين بيروحون؟ هذيل لازم يروحون شارع اساسي اللي هو الناس اللي بيون المدينة من الصناعية. بتكون فكرة حلوة لو امشيهم من هني لين هني. ليش؟ لان اصلا هذا هاي واي داش على المدينة، والناس اللي طالعة بيكون حلو اني شو اسوي، اطلع فرع منه هني مثلا 12. لحظة لا هذا غلط، لحظة خلنا نشوف راكب هو في النقطة الصحيحة ولا مش راكب. من 12 إلى 1 إلى ميلان خفيف إلى الشارع هذا. اوكي هو مش ميلان وايد خفيف بس زين، وايد زين. ليش؟ لان هذا الشارع الحين بالذات هذا راح الناس ابتي المدينة بعد من هالطريق هذا، فشو بسوي؟ وين الشارعين؟ اوكي ابى الناس تبتي المدينة عن هذا الطريق هذا. شوفوا والناس تطلع من المدينة ولا من الصناعية عن الطريق، عن طريق هذا الطريق. بس لحظة ما يستوي وايد صعب لأن في سكة قطار هنا. ممكن نرفع سكة القطار ننزلها مش قضية، بس الناس تقدر تطلع على الشارع هذا بعد من هني بيكون معاناة، بس الناس بعد المفروض تقدر تخلص صناعية من هني. شوفوا بس ما يطلع من هني، لا من هني يطلعوا على الشارع بيسوون زحمة على روحه. نحن نبى الناس اللي تطلع تروح وين؟ تي هني. عرفتوا؟ عرفتوا؟ زين يعني بالطريقة هاي. لحظة يعني إذا أجيب وين صار الشارع هذا القطار هذا، اشله حبه هني حبه هني حبه هني. زين طيب له شل الموف التول هني بله هني، ارتفاع 6 يكون نصف الدرب هذا صح؟ هذا 1 بيكون نيبلة شارع مرة سيدة عليه. مشكلة ما يطلع سيدة 100% من الشارع، عرفتوا؟ لحظة خلنا نهدم هذا أول. فرضا أني بجيب الشارع هذا من هني لين هني، أبى أطلع الناس لوين؟ الهاي واي. شوفوا يطلعون الناس وين؟ الهاي واي. حتى اللي جاي من المدينة
بس فيهم تقريبا نفس الشيء تقريبا نفس الشيء مش 100%، لان السناب ايوه ولا السنيبنج تول ما راح يعطيني مجال اسوي وايد بالطريقة هاي. بس اذا اطلع شارع من هني مو بيكون سيدا، فاذا طلعت شارع من هني اللي هو اذا وسعت الشارع هذا، شوفوا ها من اصعب الشغلات اللي بتعانون فيها سيتي سكايلاين تضبيط شارع، والشارع هذا اذا ضبط دنيتكم بخير. تعرفون شو بخير؟ دنيتكم بخير. زين الحين اللي اباه اني مش اي بسيده بالطريقه هاي، ايوه بالضبط تقريبا بالضبط، لان بعد لا شوي بعد. شوف هاي الشوارع راح تخدمنا خدمه مستقبليه مش طبيعيه، مش طبيعيه الخدمه هاي اللي راح تخدمنا اياها. انزين خلنا نرفعها شوي فوق اساس نكون نازلين. نرفع هذا، اذا رفعناه شو يستوي؟ انزين ندق بابجريد، وبسوي لحظه خلنا نبند هذا ما يستوي لا بابجريد ولا هذا يستوي لا بابجريد، وهاي اللي خلهم تمام. الحين احنا ممكن نصعد الناس على نفس الشوارع بنفس الطريقه، يعني ممكن اجيب من هني خط يركب هني يدخل الناس على العام، بس ما ابى لان هاي المفروض اللي طالعين من المدينه، واذا عندنا شوارع معقده بهاي الطريقه انا الصناعيه المفروض تكون امورها طيبه. انزين بما ان عندنا سكه قطار هني، اول شيء بسويه شو؟ امد مي. شوفوا ما نسيت هالمره، تعرفون اني كيف انسان محترم. انزين ماي 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 قبل لا يشتكون علينا، المشكلة يشتكون فلوس من وراهم، انا محترمينهم والله حق الفلوس 90% من الموضوع يعني. انزين انزين هنحطي لنا طار بتاع كارغو يعني وكده يعني، والله هذا شكله مكان دبلوماسي الصراحة، لأنه بيخدمنا خدمة هذا المكان. انزين ونجيب الشارع الثاني بالطريقة هاي. هبر اختار تدخلون مكان واحد، اطلع من مكان واحد على اساس ما يسوون زحمه. هو بيسوون زحمه بالطريقه، بتسوي زحمه بتسوي زحمه، ليش اسوي الا اذا عكس المداخل والمخارج يعني. ايوه صح لازم اعكسهم، يعني اذا اخلي هذا مخرج وهذا مدخل ويكون نفس طابور انتظار مالهم، هذا يدخلون من هنا يطلعون من هنا دايركت من غير ما يتريون الباص اللي هنا يسوى زحمه القطار سوري. انزين كهرباء وصلت لهذا من مكان ما، والله ما اعرف كيف ضبطت بس ملعوبه ملعوبه يا حبيبي. انزين نبا هني، شو نبا هني الحين؟ نبا صناعيه، اوكي صناعيه هني وصناعيه هني، مو بكامل بس صبر لازم صناعيات، بس طبعا صناعيه شوي مو بتكون زون. انزين خلنا نسويها زون، اول شيء اخذ زون من هني لين هني كامل. انزين ابى احط للزون شغلتين انا، اول شيء لان انا شو عندي حاليا هني؟ عندي غابات وعندي معادن، فابى اسوي اور. اور هني وايد، اور اندستري ما راح يكون شيء ضابط، بس احنا عندنا غابات محتاجين موارد صراحة. شوف وايد اور فيه، لا وايد اور، الاور ممتاز، هني بس غابات. اذا هني اقدر اسوي بالنص زون ما يبين. لحظة الوسط هذا
هني نسويه غابة مشهور. هذا بنسميه حديد الصناعية، هاي كلهم تابعين للعاصمة، هاي بنسميه غابات صناعية. نزيل بالطريقة هاي بيكون عندنا نحن وايد شغلات صراحة، يعني مش المداخل والمخارج ترى زينة وايد المصرح، خاصة بعد الشارع الجديد هذا يختصر وايد زحمة على العالم، وبيفضي هالشارع حقنا المواصلات والتنقل بين منو بينه وبين المطار. هني بحتاج شوي شغلات أساسية، بحتاج محطة باصات، محطة باصات خلينا نخليها هني زين بيكون، أظني في كهرباء بعد هني. بنحتاج مركز شرطة، حتى لو عندنا مركز شرطة بس محتاج مركز شرطة، مركز شرطة حق الصناعية كيف شكله يكون هذا؟ الوسط؟ لا يكون هنا أحسن، أو نفس الشيء عند مركز الأخطار نخليهم متمركزين. لا هني مكان أحلى لأنه بيقدرون يروحون المدينة ويرجعون من المدينة في نفس الوقت، روح أرد من المدينة بتكون شيء جميل. أوكي في كهرباء انزين، ونبا مستشفى عود ناي صناعية، مستشفى يتعلم عليهم طبعا أكيد صناعية يعني. شو المستشفى ترى على فكرة استخدمته في سلسلة قبل وكان شيء جميل، شيء أكثر من جميل. شوفوا نفس مبدأ الفندق هذاك، تشوفون لو أنه ما كل شيء من الشارع بس مو مشكلة، ممكن نشله نحطيه هني إذا ما عيبنا، هني أحسن يكون، هني أحسن وايد. لحظة هاي عنده شارع كبير ومرة طيب. شوفوا هذا مستشفى، مستشفى ضخم بعد، خلينا نشوف كهرباء كيف وضعها وياه، نص نص تعال خلينا 100 100. انزين مطافي مالنا بيكون لازم عندنا مطافي هنا، نحن صناعية وما نبغى نحرق الدنيا، يكون عندنا مطافي أساسي في الوسط مفروض بصراحة، مطافي إذا هني بيكون زين. ولا نحطي لهم هاي، هاي كم سيارة فيها؟ هاي 30 سيارة، هاي 25 سيارة جنب الجامعة تضامنا مع الجامعة، هاي المطافي مالنا، وهذا الأنذار مالهم هني. نقدر نحطي هني بعد مكان مدخل حلو انه يبين. بنحطي مال هليكوبتر اكيد اكيد، هذا شيء اساسي حق صناعية، يعني انت صناعية توقع انفجار، توقع باي وقت ممكن يستوي اي شيء، اي كارثة اي شيء، فلازم نحميه بشكل عادل يعني بحد بشكل زين. لحظة عند القطار زين، القطار دائما بيكون مكان تجاري نشيط. اوكي ممتاز، عندك كهرباء الاخطار هذا لما عنده بنحط له مشكله، اللي ما نبغى ترى عقب نحن ترى نشله 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 نشله، مش قضيه ترى عادي يعني مش قضيه. انزين اللي برع كلهن هايل اباهن عماير، هاي الواجهه، هاي اللي يبيعون سامان حقهم حق الصناعيه. انزين بنحط عماير بزنس هني، العالم اللي تبغى تسوي تجارة مكان خارجي، بخليه داخليا هني بالذات وين الحديد هذا. انا خليت الاماكن الزحمة هناك اسباب منها الحديد اللي هني موجود، نبغى حديد. هاي المكان كامل صناعية حتى على الشارع، ما في كامل 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 مرة صناعية. زين وعندنا في الوسط بنحطي اوكي كم من شيء هنا في الوسط تجاري، بيوت ترى ما فيها بيوت بهاي، ما في اللي بيجي يداوم هني يداوم من برا. اوكي هاي منطقة صناعية شاملة، ما اعتقد محتاج احط فيها اي شيء ثاني حاليا، معادلة تمطر الصناعية. لحظة مسار اظني ما حطيته، لا ما حطيته،
انزين اظني حطيته خلاص صراحت عليه. انا احطي لهم هذا مال كرنيش، هذا مش مال كنت، هذا حق كرنيش مسوي داخل كرنيش مالي. نبدأ نسوي حد اختين هنا كبار قراب، هذا عرفتوا اماكن الناس تيها يعني. وايد عندي موتة، وايد موتة عندي بشكل مش طبيعي والله، بشكل مش طبيعي. لازم خلينا نحط اللحظة هاي. ايوه هذا خلينا نشتري شوي في المدينة، لان ما غير الوضع حاليا، حاليا الوضع وايد صعب ما غيره وايد، مع ان عندي وايد منها. شوفوا مفروض انه يكفيني والزيادة. اوكي طبعا احنا هنا ما قررنا شو بنسوي، ليش ما عندكم كهرباء؟ ترى لا انا مش مقتنع وايد في الصناعيه، تبون صدق مش وايد مقتنع في الصناعيه، ابى اغير فيها شيء. لان في مجال نرقيها زياده نحن. لحظه وين حطينا محطه باصات؟ بس ما حطينا ناس رايحه راده. لحظه هذا حول الصناعية واحد، تعال وقف، وقف هني، وقف وقف، والناس اللي تي من هذا تروح من هني، تركب الباص الثاني، اخذ رفع وعود حود. ما بيدخل شوارع صغيرة، لو دخل شوارع صغيرة بيجيب العيد هذا، وفوق انه صناعية بتستوي زحمة اوتوماتيك يعني. زين ونبا مترو، مترو حليو يكون. لحظة مترو يكون حلو عند مركز الشرطة. احنا سوينا مترو في المدينة هاي اصلا؟ ايه والله من كثر ما سويت في المدينة نسيت شو مسوي فيها. ونحطي لها نقاط من هني لين اول مدينة، ارجع دبل مترو. او عندنا نحطي له بعد من هني لين المطار لديون من السفر. اوكي شوف انت الحين التكتيك كيف، لان الموضوع طويل. ونبا احس مش كفايه. هي نبا عند المستشفى مترو او فوق. اوكي والمترو هذا وصل مش في المطار، لا خلي هذا مترو داخلي مو بخارجي ابدا. مترو هذا شغلته، هل اتجهها من المدينة بدل ما ياخذون التاكسي ولا شيء ويتعبون اعمارهم؟ شو نسوي؟ هاشم تورس، تورس هاي بسوي سياحة. صبر حدايق الحين ما سوينا حدايق يا جماعة. نبى تاكسي 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 من عند المترو. نحطي لهم كم خدمة تكاسي؟ واحد اثنين ثلاثة. اوكي هاي استوى عندنا التكاسي، حلو. طبعا مطار ما بحب انسو، مو ما عندنا اختار شحن عشان نحط لهم طيارة شحن. زين الحين في شيء جديد، هاها كيبل كار. صبر خلنا نزيد اماكن سكنية. نبع الكرنيش اماكن سكنية محيطة هني. كل الناس اللي تشتغل، هاي الناس اللي قاعدة الحين تنتج عندنا في المدينة، هالناس اللي قاعدة تشتغل في الصناعية، الناس اللي قاعدة تسوي وايد أمور حقنا في المدينة هاي. المدينة هاي عظيمة
لأن الناس فيها عظيمة. القناة هاي مثلا شغالة لأن في ناس تابعها، إذا ما حد يتابع حد خلاص واحد يمل يروح. صح، نفس الشيء هني، هاي اللي يشتغلون شغلهم هني الصبح لليلة. فكر أنا بيك. إنزين، أبغى أحط خدمة ثانية هناك بس ما حطيتها من الساعة، اللي هي خدمة حرق الزبايل. كرمتو ليش؟ لأن عندي وايد تراشنة وما قاعد يحترق، فأبغى ناس تجمع الزبايل هاي تجيبها صناعية. ومحتاج هذا من يستوي عندي فلوس طبعا، 30 بيستوي عندي الحين. هذا يحرق المخلفات مال المدينة، لازم بيستوي شوية التلوث عادي يعني، مش هو مش اوكي، بس في نفس الوقت مجبور لان ما عندنا شيء نفس هذا، ولازم يكون عندنا، عندنا بس مش حقه، نحن محتاجين شيء نفس هذا حاليا، اللي هو واحد من هاي. على فكرة ها كله توفير وظائف، يعني منو بيشتغل هني، منو بيشتغل هني، منو بيسوي هذا، منو بيسوي ذاك. في المطافي محلاه، يبغى لنا مطافي في الوسط الثاني صح؟ لا ما يبغى لنا مطافي. نحن ابغى اعرف الناس ليش يموتون. لحظة، ويت، في تلوث عندنا؟ ما في نويز بولوشن، مليون جرائم، فيه مواصلات مضبوطة، بس الناس ليش تموت؟ هيلث كير 200 200، ديث كير تريليون، وبعدهم الناس يتريون. ليش الناس تتريه؟ مكتوب مرسيدس بنز جي 63 تشوفونه، هذا مد على فكرة، واحد من المدات، يمكن لأن هني زحمة وفي ناس مفركنة صح؟ لحظة لحظة، أنا ما قلت لهم باركن ممنوع، ما أحب حد يبركن في المدينة. خلي ما تشوفهم بركنوا هني. ما ظني لان الزحمة، والله ما ظني، بس اظني لان المكان والشارع ضيق، شارع ضيق مسبب كل الازمات هاي. صبر، خلنا نحط باركنات في المدينة. شو هالاماكن اللي ما فيها باركنات؟ حتى لما باني باركنات مثل عالم الناس. ويت، نبى باركنات في العالم كله، مثلا هذا مكان مهم، كله وزارات وكذا، لازم يكون في قريبه شو باركن هني اذا يركب زين هني. هي يستي مكان باركن، نبى باركن ما في جهه ثانيه قريب منك. هذا قدام الايفنت هذا، وهذا المكان يستاهل باركن، ها من احلى اماكن المدينة عندي، فمن الحلو انه يكون له عنده باركن، وايد حلو. ايه، شوف هاي باركنات حق الناس الطيبة، شوف مباني الباركنات الضخمة هاي، عشان نحل شوي ازمة باركنات حق الناس لازم. انزين، خلنا نحطينه هني هوتيل. زين، نحطينا هذا اللي هو اصلا حاطينه قبل نحن، بس ما عندنا عماير تدخل بالخشات في الوسط ترى. زين، نبغى بعد فرشة طويل، هذا ما نبغى، هذا هني اذا استوى زين، اظني هذا ما يستوي الخربان. خلنا نشوف كان استوى، استوى هي ممتاز. بنحط حدايق هني بعد، احنا لازم نحط حدايق في المدينة كامل، مش مكان ولا مكانين، لا
لازم ننشر حدائق. هذا ما يخص في الحديقة العامة ولا لا، هاي خدمات عامة، ان المناطق يكون فيها حدائق، لازم يكون فيها حدائق. منطقة مثل هني لازم حديقة، لازم حديقة، هاي يبالها حديقة، بس الوضع صعب. في شغلات مع الوقت ما ضبطتهم، يعني هاي امور مال مش عالطاير، مش مال سريع سريع، لا هاي مثل ما تقولون مال الحدائق الضخمة، هاي الحين اسحب شوفوا الحدائق اللي بتعبي المدينة، هاي السوالف اللي تخلي قيمة للمدينة، هاي السوالف اللي تخلي الناس تبى تعيش، الناس تبى تستانس، الناس عندها حدائق، عندها خدمات عامة. الحين الحدائق خلاص صار زين، تخلي الناس شوي تستانس، تفرح، تروح مكان تودي عيالها. تخيلوا انتم مكان عايشين فيه ما في ولا حديقة ولا شيء، والله تضربكم حالة نفسية، تجيكم كآبة والله. هاي منها حل المشكلة ومنها حديقة، فلازم شوي تنوع، شوي كذا، شوي ملاعب. يعني البحر مالنا هذا شو بيكون فيه؟ اكيد ملاعب، واحدة من الشغلات الاساسية يكون فيه ملاعب البحر، وكله في ناس بتكون عايشة هني على البحر داخل، في ناس بتعيش. شوفوا اللي يشتغل مراكز الشرطة، اللي هذا، اللي كذا، من وين بيجيبون هذا كله، ولا وين بيسوون هذا كله؟ لازم يسيرون يستانسون كذا غيره. خلكم من المحلات اللي راح تفتح البحر الحين، هاي تجاريا مثلا نحن اللي بنحتاجه ما يعادل شارع مثلا. هذا الكورنيش بيكون الحلقة الجاية اصلا، الحين نحن خلصنا من تقريبا الصناعية، لان الصناعية بوايد اساسي، شيء اساسي جدا. هذا القطار شغال ما شاء الله عليه، عنده مشكلة وظائف بس عادي، يعني في ناس ساكنة قريب، انا معتمد ان في ناس ساكنة قريب، بس يبالنا بعد نقطة باصات من هذا المكان هني، نزل الناس في هذا الفاضي ويرجع مكانه. انزين على اساس يمكن حد يبي يروح المونوريل ولا غيره. شوف في ناس جاي، في ناس رايحه، في ناس، في تكاسي، في هذا، في صناعات عندنا، في اشكال مختلفه، في دكاكين. نعم يبون موظفين، بس مو مشكله، موظفين بيونهم، لازم الموظفين ياخذون الطريق شوي، ولا ما ينفع الحال. والله هذا احسه لازم اسوي سيده، لا لا خله 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 احسن صح. تبون تشوفون هاي يمكن الحلقة الجاية حط الكيبل كار، انه ما عندنا فلوس هالخاي. اصلا نزل المدخول مالنا بشكل خرافي بكثر الخدمات اللي قاعد احطيها، والدفع اللي قاعد احصله ما يسد الدفع اللي جالس ادفعه. هاي مشكلة ثانية عندنا، بنشتغل على حلها قريب، يعني مش قضية. انا حاط المحلات التجارية هني، كل ما زاد محلات تجارية بنحتاج صناعة زيادة، ترى مش مشكلة. يعني احنا نبغى شو الهدف الاساسي؟ اني بسياح هالمدينة، هاي المدينة القصوى تشوفونها، تشوفوا الحدائق، تشوفوا هذا، تشوفوا هذا. عندي حد ميت بعد، عندي مشكلة في الشوارع اظن هني، لانه في وايد انحناءات وايد شغلات. بس الحين شوفوا في شغلات عندنا، تجيب سياح، في ناس تجيب كذا، في لاند ماركس، بس ما فتحنا وايد منها. في شغلات نحن نقدر نحطيها، هذا حلو، بس مش هني مكانه. هذا فيونرال، ماتم، مقبرة، سموه اللي تسمونه. اوكي لين كم قام يرجع شوي طبيعي. هاي كانت حلقتنا اليوم، صناعية العاصمة. ادري السلسلة يكون شوي طولنا فيها المواضيع، بس شوفوا المينا بس كيف محلها، شوفوا بالله عليكم شوفوا محلها المينا. يعني نحن اذا ما ناخذ شوي وقتنا ونبى مدينة حلوة، شوفوا المدينة كيف معقدة. تبون مدينة طر وحلقة سريعة والامور شوي صعب، شو هالطيارة العودة هاي؟ طيارتين في بعض نازلين، من زين فهالطيارة المطار حدي ليه زينة من زين.
فهنشوفكم ان شاء الله في حلقة ثانية على خير. لا تنسون الكومنت واللايك الشير السبسكرايب وبنشوف شو رايكم شو مداخلاتكم على الحلقة هذه. والحين بدينا الحين بنبدأ اللمسات الفنية الأخيرة اللي هي يمكن حاطينها هني محلات على الشارع وبيوت وهذا وكذا وكم من شارع. فأتمنى منكم أتمنى تكون عجبتكم الحلقة، فأشوفكم إن شاء الله على خير.